الغيابات النهارده اللي حاصله في صفوف الاهلي ممكن تكون مخليه موسيماني في اللحظه دي متحير شويه من التشكيل؟ بصي، موسيماني ما بيتحيرش الحقيقه، يعني هو ما شاء الله عنده حلول كتيره قوي، وعشان كده هو من اول ما مسك فرقه النادي الاهلي هو عايز يجهز الناس كلها، وعايز يخلي الناس كلها رجلها في الملعب تحسبا للكلام ده. هو متابع النادي الاهلي من قبل ما يجي النادي الاهلي، وعارف اللعيبه وعارف امكانيات اللعيبه وعارف ظروف اللعيبه. هو طبعا عنده زي ما بقول حلول كتيره للناس الموجوده عنده في كل مكان اكتر من لعيب، وعنده حتى لو في نقص في مكان معين عنده البديل اللي ممكن يأدي في الحته في المركز المعين اللي فيها نقص. فهو اعتقد ان هو، وهو الحقيقه يعني بيحير الناس كلها، يعني احنا مهما بيجيبوا من ناس ومحللين وبتنبأوا وتوقعوا بالتشكيلات بتلاقي هو له تفكير معين، يعني في اوقات كتير جدا نقول ايه ده هيغير عشان الظروف كده، تلاقيه بيلعب بنفس التشكيله، تيجي تقول خلاص هو تعودنا عليه انه يلعب بنفس التشكيله وروح مغير. يعني انا متخيل يعني ان معظم المحللين لو جابوا 8 في التوقعات من اللعيبه يبقى كويس.